هل المساواة بين الرجل والمرأة، البعض ينادي يمكن بالمساواة بين الرجل والمرأة، يصل اليوم إلى أن تتعمد المرأة أن يكون لها زواج ثاني وثالث؟ احنا في احدى حلقاتنا واحده من ضيوفنا طالبه تبي شيء يعني على الهواء. يا ريت والله، احنا امنيتنا بانه يتساوي الرجل والمراه بظل هاي القوانين الموجوده حتى بهاي القصه، يعني حتى بهاي القصه، ترى حتى بهاي القصه احنا عندنا الماده عندنا الماده 376 زين، اللي هي تعاقب على العقد مال الزواج من العفو عقد الزواج نفسه مو الخارجي، بأنه الزوج الجديد إذا عقد على هاي الزوجة ينحبس 7 سنين. طيب، والزوجة ما عليها عقوبة، اللي هي المفروض مؤتمنة. اي نعم نعم، بالقانون الحالي الزوجة ما عليها عقوبة. فأنت من تقول لي مساواة، يعني وين المساواة؟ يعني هي الخافية زواجها. لا لا، إذا تكمل حتى يعني هو احنا رجل يوصل لوجهة نظره، هي الخافية زواجها. الزوج يقول انت لك اذا يعلم مع تعدد الازواج اليوم؟ لا لا، مو مع تعدد، القانون القانون ما يعاقب الزوجة بشدة. نعم، الزوجة اللي تعدد ما يعاقبها، وحتى بالمادة تساهل 377 حفاظا على السمعة. شنو السبب؟ لا لا، حتى بالمادة 377 يعاقب الزوج الثاني بالحبس لمده 7 سنوات، اما هي 3 سنوات، فبالحبس بين اكثر من 3 اشهر الى 5 سنوات. يعني مجرد بانه اذا درى القاضي تروح للمحكمه، اعتبر القاضي يحكم 4 اشهر. والزوج الثاني ينحكم 7 سنوات. حتى ان كان قد وضح للمحكمه انه الموضوع كان عن قصد، إذا عن قصد من الزوجة تحكم بالحبس، بالحبس، وإذا مشدد هو 5 سنوات. قلنا الحبس يقصد به الفترة تتراوح بين 3 أشهر إلى أكثر من 3 أشهر إلى 5 سنوات. فبالمشدد 5 سنوات، بينما الرجل 7 سنوات ينحكم إذا يدري، وإذا ما يدري طبعا لا يطلع. إذن يعني نرجع على نقطة المساواة، يعني حتى بهاي ماكو مساواة. ماكو، لا لا لا، احنا قانوننا أنا قلت لك، أنا أحكي من زمان، يعني قانون اكثر القوانين انكتبت بروح انثويه من اجل الحفاظ. اراك دائما في كل حلقات روح لا لا روح، يعني لذلك من اجل كان اعطاء المراه حقوق ازيد مما تستحقها عرفا وقانونا. تفضل. نعم، الله يحفظك. هو اصل الصراع صراع قديم، ايهما الاولى بالتطبيق، العدل ام المساواه؟ هسه سياده الاستاذ ان يدعو الى المساواه، هو ليس بالضروره المساواه ان هي ان جيده بذاتها. او المشرع خصوصا في التشريعات الاخيره في كل دول العالم يعني تسعى جاهده لتحقيق العداله. المساواة على اعتبار انتهت من عندها، يعني خصوصا الدول المتقدمة في حقوق الإنسان، وانتهت من المساواة انتقلت إلى مرحلة تحقيق العدالة قدر الإمكان. ولهذا السبب حتى الدول التي تدعي بالمساواة أن تم إعادة النظر في بعض القوانين التي تدعو للعدالة، من ضمنها على سبيل المثال إحدى الدول الأوروبية أخيرا أن تم إقرار أنه فترة الحمل أن تمنح إجازة الموظفة، يعني انتقال من مرحلة المساواة إلى مرحلة مراعاة ظروف كل شخص. بالتالي السؤال، التشريعات التي صدرت ضمن الدولة العراقية، أن سواء جديدة أم قديمة، هل هي يعني قوانين استندت إلى المساواة أم استندت إلى العدالة؟ يعني هنا الخلل الكبير. يعني ممكن نتوقع بيوم دكتور أنه نشوف قانون يغض النظر عن المرأة اللي تتزوج من شخصين، إذا وصلنا إلى هالمرحلة من الانفتاح والمساواة وتحقيق العدالة، عوفك من المساواة. أنا ما أدعو للمساواة، لا أنا أدعو للعدالة، ولكن ضمن منطق العدالة ممكن نشوف هيك. لا، ما أعتقد نشوف.